إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن اتبع طريقته واستنى بسنته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي الضعيفة بتقوى الله، وأحضكم وإياي على طاعته وعدم مخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. أيها المسلمون، نتحدث في هذه الجمعة المباركة عن موضوع من الأهمية بمكان. نتحدث عن الوقت وأهميته في حياة المسلم. قضية الوقت هي قضية الحياة، فالوقت هو الحياة، والحياة هي الوقت. والفرق شاسع يا عباد الله بين موقف الإسلام المدقق للوقت، الذي يحسب على الإنسان أنفاسه ودقائقه وساعاته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وبين موقف المسلمين المتفنن في إضاعة الأوقات فيما لا فائدة منه في الدنيا ولا في الآخرة. في دراسة أجريت على 4 دول إسلامية و4 دول أوروبية ووضعت معايير لذلك، وجد أن الإنسان في الاتحاد الأوروبي يستفيد 7 ساعات من 24 ساعة، أما الإنسان المسلم في البلاد الإسلامية الأربعة التي أجريت عليها الدراسة وجد أنه يستفيد من 0.5 ساعة في اليوم، فرق بين 7 ساعات ونصف ساعة. عنيت الشريعة بالوقت في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأقسم الله جل وعلا بالوقت في كثير من مطالع السور. أقسم جل وعلا بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر، وأقسم بالليل والنهار. والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق إلا أن يقسم بالله جل وعلا. والسنة النبوية حافلة بالأحاديث الكريمة الدالة على أهمية الوقت وفضله. لضيق الوقت نختار حديثا واحدا، وهو الحديث الذي رواه معاذ بن جبل وهو عند البزار والطبراني بإسناد صحيح، واللفظ له، يقول صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. فمن ضمن هذه 4 أسئلة أيها الإخوة والأخوات، سؤالان مرتبطان بالوقت ارتباطا كاملا. فيسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، ويسأل عن مرحلة من الأهمية بمكان، مرحلة الحيوية والقوة والشهوة، مرحلة الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه. فإذا نظرت إلى الأسئلة 4 التي ستسأل عنها يا عبد الله قبل أن تتحرك من مكانك، فاعلم أن سؤالان من هذه الأسئلة 4 سوف يكون عن وقتك وعن حياتك. لقد وضع أهل العلم رحمهم الله موازين للأوقات وربطوها بالعبادات، فقالوا بأن الإنسان إذا حافظ على الصلوات 5 فقد حافظ على ميزان يومه، وإذا صلى الجمعة مع المسلمين في المساجد فقد حافظ على ميزان أسبوعه، وإذا جاء شهر رمضان
وتعبد الإنسان فيه بالقيام والصيام فقد حافظ على ميزان العام. وإذا سافر في رحلة العمر إلى بيت الله الحرام لحج بيته فقد حافظ على ميزان حياته. إذا نظرنا يا عباد الله إلى التكاليف الإسلامية في العبادات والمعاملات لوجدت أن كلها مناطها على الوقت. فإذا أخذت على سبيل المثال الصلاة، يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود وهو في صحيح البخاري: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. فلا يمكن الآن أن نقول سوف نقوم بصلاة بالإقامة لصلاة المغرب أو صلاة العشاء. لماذا؟ لأن كل صلاة لها وقت محدد، لا نستطيع أن نستبق الوقت ولا أن نصلي بعدها. إذا نظرت يا عبد الله إلى الصيام لوجدت أن شهر الصيام شهر محدد يبدأ بنهاية شعبان 30 يوما، أو برؤية هلال شهر رمضان في نهاية شهر شعبان. فلا تقول في الشهر القادم أو الذي بعده سوف أقوم بصيام شهر رمضان. وإذا نظرت إلى الزكاة لوجدت أن الزكاة تحتاج إلى حلول الحول ومرور سنة كاملة على المبلغ الذي وصل النصاب، فلا تدفع زكاة مالك حتى يبلغ الحول ويحول العام على هذا المال وعلى هذه يعني الأموال التي أعطاك الله جل وعلا إياها والتي تحتاج منك إلى دفع الزكاة. وإذا نظرت إلى الحج فوقت الحج معلوم مع بداية شهر ذي الحجة، فيكون اليوم 9 من ذي الحجة هو يوم عرفة، واليوم 10 هو يوم الحج الأكبر التي تقام فيه أغلب مناسك الحج. إذا نظرت إلى الطلاق فله وقته، والعدة لها وقتها، والحيض بالنسبة لبنات حواء له وقت معين، تقوم كل امرأة بحساب هذا الوقت ثم تعود إلى ما توقفت عنه من العبادات من الصلاة والصيام وغيرها. والعقيقة لها وقت، والدين له وقت، وأغلبية العبادات والمعاملات يا عباد الله لها أوقات معينة يجب على الإنسان أن يحافظ عليها. الوقت يا أمة الإسلام له خصائص عديدة، من أشهرها الأول سرعة انقضائه، فالوقت يجري جري الريح ويسير سير السحاب. ومهما طال عمر الإنسان فلا بد من نهاية لهذا الوقت. ولذلك يقول الشاعر بأن معنى قوله: إذا كان آخر العمر موتا فسواء قصيره أو الطويل. روي عن سيد المرسلين نوح عليه السلام أنه جاءه ملك الموت فقال له: يا سيد المرسلين، كيف وجدت الدنيا؟ ونعلم أن نوح قد يعني استغرق 950 عاما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه من أكثر الناس الذين عاشوا في هذه الدنيا. قال: وجدت الدنيا كدار لها بابان، دخلت من الباب الأول وخرجت من الباب الآخر. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة. الميزة الثانية بعد سرعة انقضائه أن ما مضى منه لا يعود ولا يعوض. الساعة التي تذهب، اليوم الذي ينقضي، لا يمكن رجوعه أو استرجاعه. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود أبدا. الأمر الثالث من خصائص الوقت يا عباد الله أنه أنفس ما يملك الإنسان. الوقت، يقول العرب: الوقت من ذهب، ولكن الوقت أغلى من الذهب ومن الألماس ومن الأراضي ومن العقارات ومن جميع ما يملك الإنسان. لأنه بسبب هذا الوقت وما عمل فيه الإنسان سوف يكون مصيره في الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهناك موقفان خطيران يندم فيه الإنسان على ما ضيع فيه من أوقاته.
الموقف الأول ساعة الاحتضار، عندما يستدبر الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة، يتمنى أن يرجع إلى هذه الحياة الدنيا ليعمل من الأعمال الصالحة ما يقربه إلى الله، ولكن هيهات هيهات. ولذلك في الآية أن الإنسان يتمنى أن يرجع إلى هذه الدنيا ليتصدق. قال أهل العلم رحمهم الله أن الصدقة هي أفضل الأعمال. لماذا؟ لأن الإنسان يتمنى أن يرجع إلى هذه الحياة الدنيا حتى يتصدق وينفق. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني ساعة الاحتضار. الموقف الثاني ساعة القيامة، عندما يدخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، يتمنى الجميع لو رجعوا إلى الدنيا وعملوا فيها من الأعمال الصالحة ولم يفوتوا ويضيعوا أوقاتهم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولقد أغلق الله سبحانه وتعالى أبواب الأعذار على الناس، حيث جعل لهم أعمارا يعيشونها. ففي الحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أعذر الله امرئا أمهله حتى بلغ 60، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يتجاوز ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأعمار قصيرة يا عباد الله، 60 70 سنة، 50 سنة، كم من هذه السنوات تستغرقها في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ إذا قلنا أن الإنسان يعيش 20 سنة 60 سنة وينام 8 ساعات في اليوم، هذه 20 سنة قضاها يعني في نومه، وإذا كان يعمل أو يدرس هذه 8 ساعات أخرى في اليوم، هذه 20 سنة أخرى، هذه 40 سنة، و15 سنة قبل أن يبلغ ليس عليه حساب، هذه 55 سنة. بقي للإنسان 5 سنوات، هذه 5 سنوات يستغرقها في جميع معاملاته وحياته، من سفر، من زيارة مرضى، من زيارة أقارب، من القيام بالهوايات وغيرها وغيرها، ومن ضمنها العبادات. فتجد الإنسان يوم القيامة قد يأتي بشهر عبادة، أو يأتي بشهرين، أو يأتي ب6 شهور، وهكذا. فالوقت قصير. ما هو الواجب على الإنسان فيه؟ المحافظة على الوقت. يجب على الإنسان يحافظ على وقته. يقول بعض السلف رحمهم الله: أدركنا أقواما كانوا حريصين على أوقاتهم أكثر من حرصكم على دراهمكم ودناريركم. يحافظ الإنسان على وقته. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. المحافظة على الوقت هذا من أهم الأمور يا عباد الله. ويغتنم الإنسان أوقات الفراغ. الفراغ نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الذي رواه ابن عباس والحديث عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما في شيء اسمه فراغ. الفراغ هذا سوف يشغل، ولكن هناك من يشغله بالخير، وهناك والعياذ بالله من يتعامل فيه بما لا يرضى الله جل وعلا عنه. فيحافظ الإنسان على وقته ويغتنم أوقات الفراغ يا عباد الله. وليعلم كل واحد منا أن موت الفجأة قد زاد. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه، والحديث عند الطبراني بإسناد صحيح وصححه العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة موت الفجأة. تجد إنسان يصلي معك صلاة الظهر، تبحث عنه في صلاة العصر، يقولون لك قد توفي، إما بسكتة قلبية أو بحادث السيارة أو بمرض أو بغيره. فالوقت قصير 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 جدا يا عباد الله. فلنحافظ على الوقت ونتقي الله سبحانه وتعالى في أوقاتنا. ولذلك ذكر عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي عن أفضل الناس، أو يعني من الأفضل، قال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. بادر بالعبادات وبالأعمال الصالحة وبالصدقة وبالمعروف وبالإحسان إلى الغير وبصلة الرحم وغيرها، حتى تفلح في هذه الدنيا وفي الآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.
الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله. Dear brothers and sisters in Islam, all praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty. I thank Him, I glorify Him, I bear witness that no one is worthy of worship except Allah. I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is his last messenger. Allah subhanahu wa ta'ala has sent him with the truth. O you who believe, fear your Lord and don't die except in the state of Islam. Brothers and sisters, today's khutbah in Arabic language, in the first khutbah, we mention a very important topic. That topic related to the time and importance of time in the life of a Muslim. And we indicate that time is life and life is time. But the difference is the way Allah subhanahu wa ta'ala ordered us and His Prophet ordered us to treat time and the way Muslims treating their time. Muslims, or most of them, they are wasting their time in things won't help them in this life and hereafter. And Allah subhanahu wa ta'ala tells us that there is angels are writing each action, each word, are writing everything. So we have to be very careful. Allah subhanahu wa ta'ala to show us the importance of time, swore on time. Allah subhanahu wa ta'ala swore on Fajr, early morning, noon, afternoon, day and night, to show us the importance of time. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam is in his sunnah explained to us in one of famous hadith that no one will move from his position in the day of judgment until he answered four questions. Two of those four questions are related to time. We will be asked about our life in general, what we did, how we spent our life. The second question is related to particular stage or period during our whole life, which is the time of youth. At the time of youth, how you spend your life? By coming to the masajid, by reading Quran, by memorizing the book of Allah subhanahu wa ta'ala, by being active in the community, praying your salat on time, being nice to your parents, helping the masjid, helping the poor people, helping the Muslims, or the other way. No. So we have to be very careful. When you look in the worships that Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet ordered us to do, you will realize that most of them, if not all, needs time. Prayers needs time. You have to pray on time. As Allah Jalla wa'ala explained to us, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam explained to us in the hadith, that the best thing that Allah subhanahu wa ta'ala love is to perform salah on time. You pray dhuhr at the time of dhuhr, asr at the time of asr. Each prayer you have to pray on that particular time of that prayer. When you come for fasting, you have to wait for the month of Ramadan. I'm talking about the wajib, the fard siyam. But if you are doing the sunnah, you can do it any time, Monday, Thursdays, and 3 days of each month. But I'm talking about the month of Ramadan. You have to pray, you have to fast in the month of Ramadan. And you have to wait for announcing of starting of that month. You want to go for Hajj, there is time to go for Hajj. You cannot just buy a ticket and take the visa and go. There is specific time for the Hajj, for you to perform Hajj. And most of the ibadat are mu'amalat like that. If you are slaughtering sheep for your babies, there is time. The 7th, 14th, 21, so on. If you divorce your wife, she have to count what we call iddah. She have to wait for 3 circles or 3 months. If you lend some money to someone, Muslims borrow money from each other, they have to indicate and write that Fulan ibn Fulan took that amount from me and he will return it on so and so date.
So time is everywhere. And the ulama, rahimahumullah, the, our scholars, they explain to us when we are talking about the time, if the topic is time, they always mention three important things. Number one, that time goes very fast. Time goes very fast. Today we're on Friday. Next Friday is very soon. Yesterday was Thursday. Goes very fast. Tomorrow, today, tomorrow, just like that. Time go very fast. That's why the angels of death, they came to Nuh alayhi salam. Prophet Nuh alayhi salam. They asked him, O Prophet of Allah, explain to us about this world. You spent years and years. He said, this world and the time I spent is like a house. I entered from one door and I exit from the back door. He spent more than 1,000 years in this world, in this planet. Those non-Muslims, when the angels ask them in the day of judgment, how long you spent in your life? Some of them, they will tell you an hour. It's a very short period, an hour. Some of them, they will tell you morning. Some of them, they will tell you in the other ayah, part of a day. Some of them, they will tell you we spent morning and night. It's only one day. So that will show you how time goes fast. The second thing, the time which is gone, finished, that time will never come back. That's why Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, he explained to us that every morning, there is a shout. That shout have a statement. That statement is, O son of Adam, I am a new creation, which is the new morning. And I am witnessing all your deeds, all the things that you are doing on that day. I am witnessing and writing. So, do good deeds. If I leave, I will never come back. The third thing, that time, brothers and sisters, is the most valuable and precious thing that we have in this life. More than the money that you have in your accounts, more than diamonds, more than the land that you have, more than all your properties. Time is very, very, very valuable. Because according to that time that you have, and the way you spend your time, and the action that you do during that time, you will be going to hellfire, or you will be going to paradise, inshallah. There will be two occasions. Those people who waste their time, they will be very sad. They will regret the time that they waste watching this or going there or doing this or that. The actions that make you away from Allah subhanahu wa ta'ala. The first time or occasion is at the time of death. When you are about to leave this world and you are in your bed, in the hospital or at home, and you are about to die, you will be very sorry. All your life will become in front of you like a movie, and you will be very sad about the time you spent here and there, sitting in the coffee shops, wasting your time watching things that make you away from Allah subhanahu wa ta'ala, spending unnecessary time in this social media. Oh, you will see all this in front of you, you will be very sad. And you wish to come back healthy to this life to do what? The ayah explained to us, the verse of the Quran explained to us that those people in that situation, they wish to come back to this world to give sadaqah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why most of the scholars, most of the ulama, they explained to us, they get from that ayah that the best form of worship is giving sadaqah. Because the person, when he's dying, he didn't say, I want to come back to go to Hajj. I want to come back to do Salah. No, he said, فَأَصَّدَّقْ, I will give Sadaqah. That's why, brothers and sisters, you guys alive, Alhamdulillah. And each one of you, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala gave him money and wealth. And you are in the masjid of Abu Hurairah at the moment. Give Sadaqah for the sake of Allah. Each Friday, come to the masjid with money in your pocket. Every Friday, give. On weekdays, when you come, give. Instead of crying at the time of death, to come back and give sadaqah. Now you are healthy, you can give, you can control your wealth. Give sadaqah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. The masjid in need of your help and support. A lot of brothers asking them for qard hasan, they want to give back that qard hasan. The government asking them for some bills, they want to pay that those amount of money back. Help them, inshallah.
help them for the sake of Allah and for your own good deeds. The Prophet sallallahu alaihi wasallam explained to us that the age of this ummah is between 60 and 70, and very little will exceed that age. And in another hadith, he explains to us there will be no excuse for a person that Allah subhanahu wa ta'ala help him to reach the age of 60. So life is very short, brothers and sisters. Let's keep our time. Let's be close to Allah subhanahu wa ta'ala. You have to benefit from your free time. And this message is not only for you, it's for your wife, for your children. Try, you guys, to benefit from your time as much as you can. Because if you know that this life is short and we are leaving this world, there is day after, you will be questioned. So you have to take care of this valuable thing that Allah subhanahu wa ta'ala gave you, which is your time. And we have to know also, remind myself and each and everyone here, that the sudden death increasing nowadays. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam explained to us in the hadith that one of the alamat, one of the signs of the day of judgment, is increasing of sudden death. Each one of us hear these stories, your neighbor, your friend, your member of your family. So people are going, leaving this world, and one day you will leave yourself. So benefit from your time, be close to Allah subhanahu wa ta'ala, do your good deeds, help your family, your friends also, be active member in this community, inshallah ta'ala. So in the day of judgment, you will get your reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa sallu wa sallimu. A lot of brothers and sisters, they are sick in the hospital. May Allah subhanahu wa ta'ala give them shifa. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him sahha wal afiyah, inshallah ta'ala. A lot of brothers passed away. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive them and grant them jannatul na'im, inshallah. Ala wa sallu wa sallimu ala rahmatil muhda wa ni'matil musda. فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر أفضل الصديقين وعمر المعروف بالقوة في الدين وعثمان المقتول بأيدي المجرمين وعلي أقربهم نسبا على اليقين وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة وعنا معهم بمنك وإحسانك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم يا منقذ يونس في بطن الحوت ومنقذ موسى في التابوت ومنقذ الحبيب المصطفى بخيوط العنكبوت أنقذ الإسلام والمسلمين من شر كل طاغوت اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.